نادي المصري عنده مباراة سموحة بعد بكرة، اتدرب بعد الماتش اللي هو بيوم واحد وبعدين خد يوم بدلاء. الإصابات كتيرة جدا يا جماعة، أفشة خد 20 غرزة، خد 20 غرزة في وشه. هيشوفوا هيعملوا ايه، هيلعبوه ولا مش هيلعبوه، ولا الدنيا شكلها عامل ازاي. والغريب ان بعض الناس طلعت هجمت أفشة، يعني الله العظيم حاجة عجيبة جدا يعني. وابنه يعني كان تعبان كمان، والناس الحقيقة حاجة عجيبة جدا يعني. ربنا يا رب يشفي الجميع وترجع بسلامة يا أفشة بإذن الله. طبعا الأهلي بقى عنده مشكلة في قلب الدفاع، بقى عنده مشكلة، مشكلة الأزمة. ياسر إبراهيم اتصاب، محمود متولي اتوقف، زي ما قلت لك محمد عبد المنعم هم حاطين أملهم عليه، بس هو لسه يعني ما تأكدش بنسبة كبيرة يعني، كان عنده إجهاد في العضلة الخلفية. هو عايز يلعب مباراة سموحة استعدادا للزمالك، والراجل قلقان عليه في سموحة لحصل له إصابة، فعايز يلعب بمتولي ورامي ربيعة، لكن لسه يعني. بالنسبة للبرسي ده لكنه ربنا يسر الحال يا رب إن شاء الله يعني، وكل اللعيبة اللي في مصر كلها يتم شفائها بأمر الله. مسؤولي الأهلي قربوا يخلصوا موضوع المهاجم الأجنبي، الصفقة الرابعة في موسم انتقالات الجارية، في تكتم شديد عنها لكن خلاص يعني هيتم الإعلان. وانا هقول لك في تكتم شديد ليه، يعني لانه الاهلي لم يكن استقر على الصفقه. الاهلي بيطمن من الناحيه الطبيه والناحيه المهريه، ومش عايزين يقعوا في الـ يعني انه يجيبوا حد ما يكملش زي عزيز يعقوب، ومع الناس كلها كانت بتقول لعيب كويس، وممكن على فكره يتالق تاني في الدوري البرتغالي مع ريو افي، لكنه عارفين هو من ايه منطق ايه اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي. فلسه مستنين القصة شكلها عاملة ازاي بالنسبة للمهاجم. وانا اعتقد كان الاهلي مع اوكلاند سيتي، والفائز هيلعب سياتل الامريكي، والوداد المغربي مع الهلال السعودي، والفائز هيلاعب فلامينجو، والفائز من الاهلي اوكلاند سيتي لاعب سياتل زي ما قلت، الفائز منهم يلعب ريال مدريد، المرة الثامنة في تاريخ النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، الثالثة على التوالي، كان في نسخ 2005 و6 و8 و12 و13 و20 21. أفضل النتائج هي حصوله على الميدالية البرونزية في 2006 و2020 و2021. بمناسبة كلامنا عن النادي الأهلي ومشاركاته الخارجية، في وفد هيزور مصر خلال ساعات، هيروح مقر النادي الأهلي بكرة، وده وفد من الكاف والاتحاد الدولي لكرة القدم عشان متابعة ملف دوري السوبر الافريقي. الوفد ده هيزور مصر وبعدها هيكمل زياراته العشر دول الافريقية، عايز يعمل اجتماعات مع اندية القمة في افريقيا. زيارة الوفد فيها تنسيق كامل بين الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري، تبدأ زيارة الوفد على مدى الجاهزية للمشاركة في النسخة الاولى من المسابقة. الأندية المرشحة قلنا لكم قبل كده أن الكاف لسه عنده مشاكل في قصة الرعاة ومش حاسمين شكل البطولة، لكن وفقا كده لآخر المقترحات من المرتقب يعني أن تقام مسابقة السوبر الإفريقي في النسخة الأولى من 8 ل 12 نادي بس، مش زي ما كانوا بيقولوا العدد الكبير ده. النسخة التالية إن شاء الله يبقى 16، النسخة اللي بعدها يبقى 24، وده عشان يضمنوا نجاح السوبر الإفريقي، وكمان بيؤمن المسابقة من الوقوع في أي خسائر مادية يعني. فالأهلي، ترجي، تونسي، الوداد المغربي، الرجاء المغربي، حرية كوناكري الغيني، هارس أوف أوكي الغاني، وسان داونز الجنوب أفريقي، وسيمبا التنزاني. خلينا نروح لنادي الزمالك اللي بيختتم النهاردة تدريباته استعدادا لمباراة بيراميدز بكأس مصر. أحمد فتوح وعبد الله برضه من ضمن اخبار النادي الاهلي النهارده ان نفى مسؤول النادي الاهلي ما تردد خلال الايام الماضيين حول التعاقد مع الاسباني بوخارا جناح نادي جيرسون سبورت تركي. شهدت الايام الماضيه تناثر انباء حول تفكير الاهلي في التعاقد مع اللاعب الاسباني، حيث ذكر موقع تركي ان الاهلي تقدم بعرض مفاجئ لضمه من ناديه خلال فتره الانتقالات الشتويه الجاريه، ويبلغ من العمر 21 عاما، وسبق له ولعب لأندية ديبورتيفو وألفيش وريال سكراسا. لكن مصدر في الأهلي قال أن هذا الأمر غير صحيح، موضحا أن اللاعب الأسباني غير مرشح للانتقال للقلعة الحمراء، فالمعروضين على الجهاز الفني لاختيار أحدهم في يناير الجاري ليس من بينهم هذا اللاعب. وشدد المصدر على أن مفاوضات الأهلي لتدعيم خط الهجوم أوشكت على الانتهاء بالتعاقد مع مهاجم جيد خلال الأيام المقبلة.
ومن جانب آخر اقترب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي من العودة لقائمة الفريق في مباراة سموحة بكأس مصر بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها وحرمته من مباريات الفريق الأخيرة. شارك طاهر محمد طاهر في تدريبات الأهلي على مدار الأيام الماضية بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا وكانت عبارة عن جذع في الرباط الداخلي الركبة، وبات طاهر محمد طاهر جاهزا للمشاركة في مباريات الأهلي، وكان من الممكن دخوله قائمة مباراة المصري أمس لكن التي انتهت بالتعادل السلبي، لكن الجهاز الفني فضل تأجيل الدفع باللاعبين لحين جاهزيتهم بشكل تام. ومن المتوقع دخول طاهر محمد طاهر قائمة مباراة سموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر على أن يتم الدفع به احتياطيا وأساسيا حسب ما يرى الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر. ويستعد فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لخوض مباراة جديدة أمام سموحة في كأس مصر بعدما انتهت مباراته أمام المصري بورسعيد التي أقيمت مساء الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 13 لمسابقة الدوري الممتاز بالتعادل السلبي. وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصري الممتاز في 18 أكتوبر 2022. ويلعب الأهلي ضد سموحة يوم الثلاثاء 17 يناير في نصف نهائي كأس مصر على ملعب السلام، ويوم السبت 21 يناير مع الزمالك في الدوري الجولة 14 على استاد القاهرة، والثلاثاء 24 يناير الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري الجولة 15، والأحد 29 يناير حرس الحدود ضد الأهلي. واكتفى محمد مجدي قفشة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بجلسة تأهيل منفرد في الجيم على هامش المرن الجماعي للفريق الذي يقيم صباح اليوم بعد إصابته في مباراة أمس أمام المصري بالدوري، وخضع قفشة لجراحة أعلى العين اليسرى عقب انتهاء مباراة المصري أمس بسبب تعرضه لجرح قطعي في أحد الكرات المشتركة مع حارس الفريق المنافس. وأوضح الجهاز الطبي الأهلي أن قفشة اكتفى بأداء جلسة تدريبية منفردة في الجيم لحين زوال الورم أعلى العين حتى يتسنى له المشاركة في التدريبات الجماعية. يذكر أن الأهلي تعادل سلبيا أمام المصري في إطار منافسات الجولة 13 من الدوري الممتاز واستمر في صدارة ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة. وأغلق فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباراة المصري البورسعيدي التي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 13 لمسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي. ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021-2022، وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها يوم الاثنين المقبل الفائز من مباراة الأهلي وسموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل في نهائي كأس مصر. وتنقل قناة اون تايم سبورتس مباراة الأهلي وسموحة بكأس مصر في وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي ان الاشعه التي اجراها ياسر ابراهيم مدافع الفريق كشفت عن تعرضه للاصابه في العضله الضامه، ويخضع لبرنامج علاجي وتاهيلي لتجهيزه للعوده من جديد الى المشاركه في التدريبات الجماعيه. وكان ياسر ابراهيم قد تعرض للاصابه اثناء مشاركته في مباراه الاهلي والمصري التي اقيمت امس باستاد برج العرب في اطار منافسات الجوله 13 من منافسات الدوري الممتاز. واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم دون راحة وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق سموحة في نصف نهائي كأس مصر. على صعيد آخر أبدى السويسري مارسيل كولر مدير فني النادي الأهلي حزنه الشديد لفقدان نقطتين بعد التعادل السلبي مع النادي المصري، وقال كولر على هامش المؤتمر الصحفي لم نلعب الشوط الأول بشكل جيد لكن الشوط الثاني كنا أفضل كثيرا مع فرص محققة بنسبة 100% والمشكلة هي أننا لم نسجل أهداف. بالتأكيد استحقنا الفوز خلال الشوط الثاني، خلقنا وأهدرنا فرص ولم تكن هناك فرص علينا في النهاية لتفوز بمباراة كرة قدم يجب أن تسجل، وأهدرنا الثلاث فرص لا يحق أن يتم إهدارها. وأضاف لا أفكر تماما في كأس العالم للأندية الآن، لدي مباراة في نصف نهائي كأس مصر أفكر فيها.